بعد خسارة خلفها توقف صادرات كردستان العراق. العراق يبحث تصدير نفط البصرة عبر الموانئ التركية. بعد إنهاء مهامها بغداد تؤكد استمرار التعاون مع يونامي، وإدارة الدولة يعد الخطوة استكمالا للسيادة. آخر قوافل الحجاج البرية تغادر اليوم للديار المقدسة، والإعلام الأمني يؤكد انسيابية عملية التفويج. تتابعون في نشرتنا أيضا لهذه الساعة من الرابعة، واشنطن تقدم مقترحا لإنهاء الحرب في غزة، حماس تنظر إليه بإيجابية، والاحتلال يضع شروطا للموافقة. أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء محمد شاع السوداني أن توقف ضخ النفط المستخرج من حقول إقليم كردستان العراق هو خسارة للعراق. السوداني في مقابلة صحفية قال أن حكومته بادرت إلى إيجاد تسويات مقبولة وحلول ومخارج قانونية بعد دراسة قانونية وافية، لافتا إلى أن الأمر محاط بالتزام قانوني. كما بيّن رئيس الوزراء أن نقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية يخضع للدراسة وتحديد الجدوى الاقتصادي قبل التنفيذ. قالت وزارة النفط أن دعوتها لعقد اجتماع في بغداد مع الإقليم والشركات النفطية الأجنبية العاملة هناك تهدف لاستئناف تصدير النفط الخام مجددا بأسرع وقت. وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد أوضح أن المسعى الحالي هو تعديل عقود تلك الشركات وبما يؤمن استراتيجية الوزارة، مضيفا أن العمل قيد التفاوض الآن مع سلطات كردستان العراق للوصول إلى رؤية مشتركة خلال الأيام القادمة وإعادة استخراج وتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. تتلاشى هواجس النظام المالي في العراق بالتزامن مع مغادرة العراق القائمة الرمادية الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. الانعكاسات الاقتصادية على هذا القرار وما يهيئه من تعاون دولي تقصها الزميل مصطفى علوش في هذا التقرير، نتابع معا. خروجاً من المنطقة الرمادية يغادر العراق قائمة الدول عالية المخاطر في جانب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب ما أعلنته منظمة فاتف المعنية بالعمل المالي، ما يعني مغادرة الهواجس على مختلف قطاعات الدولة كالبنوك والدوائر الضريبية والأجهزة الأمنية وتنظيم العمل الاقتصادي. اليوم غسيل الأموال عامل مهم يؤثر على الاقتصاد العراقي وتحديدا سعر صرف الدولار بسبب الضغوطات أيضا الأمريكية والخزانة الأمريكية التي تعتبر العراق من الدول الغير مسيطرة على عملية غسيل الأموال، لكن بعد أن كانت الحجة القانونية بيد الولايات المتحدة لمحاسبة العراق، اليوم أصبح العراق بحل من هذه القرارات، فهذا أيضا عامل مساعد لدعم الاقتصاد العراقي الناشئ أنا أعتقد، وهناك ربما خطوات جديدة متطورة بصالح الاقتصاد والمجتمع العراقي. مراقبون بيّنوا أن هذا التحول ستترتب عليه انعكاسات كبيرة على الجوانب الاقتصادية، كونها ستزيد من رغبة الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق ولمختلف القطاعات بعد إيجاد بيئة مناسبة للعمل. الشركات العالمية الاستثمارية هي تنظر للبيئة للدولة اللي هي تحاول أن تستثمر بها، فهاي الدولة إذا هي مثلا مصنفة من ضمن أسوأ الدول في مسألة غسيل الأموال، اعتيادي رأس المال الأجنبي يعني يفتش عن مناطق آمنة، مناطق يعني نظيفة. ورغم ما تحقق خارجيا ينتظر تعاون أكبر من قبل المجتمع الدولي لمساعدة حراك الأجهزة الرقابية في عمليات مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المهربة خارج البلاد.
وبموازاة هذا الحراك فإن السياسة التي مضت فيها الحكومة لتحقيق الإصلاح المالي ستكون لها انعكاسات إيجابية أخرى على القطاع الاقتصادي. مصطفى علوش، الرابعة. رجحت لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية تمرير موازنة العام الحالي بعد عطلة عيد الأضحى المقبل. عضو اللجنة ياسر الحسيني قال إن الجلسة القادمة يفترض أن تشهد استعراض الميزانية في حال كانت هنالك جلسة، لا سيما أن أغلب النواب هم خارج البلاد حاليا لتأدية مراسم الحجة ولأسباب أخرى. وأشار الحسيني إلى أنه في حال اكتمل نصاب جلسة البرلمان فهناك تعارضات على نسب المحافظات في الموازنة. بدورها أعلنت اللجنة المالية النيابية جاهزيتها لعرض تقريرها النهائي حول جداول الموازنة في جلسة الاثنين المقبل للمصادقة عليها وعلى ملحقاتها. رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان أشار إلى عقد سلسلة اجتماعات مكثفة شهدت استضافة الوزراء المعنيين، مبينا أن المالية البرلمانية توشك على إنجاز مهمة مناقشة ومراجعة تفاصيل هذه الجداول بغية إنجازها بالشكل الأمثل وبما يضمن إيجاد التخصيصات المالية اللازمة لجميع القطاعات وينسجم مع قانون الموازنة الاتحادية. بينما تتصاعد اعتراضات المحافظات الجنوبية على الموازنة تصف حكومة واسط جداول القانون بالمجحفة، تحذيرات توقف المشاريع والحديث عن تخفيض حصة المحافظة. وثقها لنا مراسلنا هناك سجاد العطية في هذا التقرير. أثارت جداول الموازنة الأخيرة جدلا واسعا في المحافظات الجنوبية ومنها واسط، مما دعا الحكومة المحلية لعقد جلسة طارئة لمناقشة الاستحقاقات المالية المخصصة لها كونها تعد مجحفة بحق محافظتهم. اليوم نتفاجأ بأنه مشروع الموازنة اللي أقر من مجلس الوزراء وتوجه إلى مجلس النواب هنالك تخفيض وظلم كبير جدا للمحافظات، حيث أن محافظة واسط وباقي المحافظات لم تأخذ المبالغ المستحقة لها قانونا، وهاي راح تسبب لنا، عذرا استاذ، هاي راح تسبب لنا مشاكل في المشاريع المقترحه والمعده لخطه 24 واللي معده ومصادق عليها من مجلس المحافظه. نواب عن محافظه واسط سجلوا اعتراضهم الشديد على الجداول الماليه مؤكدين ان نسبه التخفيض تصل الى 80% من موازنه المحافظه لهذا العام، يرون ان هذا التخفيض سيؤثر بشكل كبير على المشاريع التنمويه والخدميه. التخفيض اللي حدث انه موازنه محافظه واسط وصلت الى 83 مليار بعد ما كانت 420 مليار في السنه الماضيه. طبعا الموازنه تعرف ان هي موازنه ثلاثيه لثلاث سنوات، واجتنا جداول انه بها تخفيض هذه النسبه الكبيره جدا. احنا بدورنا كنواب عندنا مشاريع، المشاريع هذه مستمره، فاحنا ما نوصل المشاريع الى درجه الاندثار وبعدين هم نرجع مرتلخ هم ترجع تخصيصات مالية. تخصيصاتنا مفاجئة، هي 83 مليار، وهذا ما يتناسب مع حجم السنوات السابقة. إذا أخذنا سنة 2021 كسنة معيارية، من 2021 لغاية 23 إحنا كان مجموع موازناتنا تريليون و54 مليار، وهذا أعطى فرصة بأنه تدرج مشاريع في المحافظة، بأنه يصير عمل في المحافظة نسبة للتخصيصات المالية اللي موجودة. فكان قرارنا بأنه السعي والضغط والتوجه إلى الرأي العام لزيادة تخصيصات المحافظة، وإن شاء الله هذا يصير بجهد الجميع. وتشير الحكومة المحلية في واسط إلى أن إمكانية تمرير هذه الموازنة المخفضة سينعكس بالسلب على تنفيذ المشاريع، مما يهدد بزيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المحافظة وسكانها. من مدينة الكوسة، جاد العطية، الرابعة. إذن مشاهدينا الكرام، انضموا معي مباشرة من نينوى الأكاديمي والخبير النفطي السيد موفق السيدية. أهلا ومرحبا بك سيد موفق. بدءا، صرح السيد السوداني بوجود بوادر لنقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية، هل لهذا الموضوع يعني جدوى اقتصادية في حال تم تفعيل هذا المشروع؟ تفضل.
شكرا جزيلا، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. الحقيقة موضوع تصدير النفط من البصرة ومن أي منشآت نفطية في العراق له جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة للبلد وتأثيره على الاقتصاد وعلى الموازنة كما ورد في تقريركم، إذ أن الموازنة تتحدد بالحقيقة بالدرجة الأساس في إيراد النفط. فإذا للنفط أهمية كبيرة في موضوع التصدير وفتح منافذ تصدير متنوعة ومختلفة يؤدي إلى خلق مرونة في سيطرة العراق على تصديراته النفطية زيادة أو نقصاً حسب طبعاً توافقه مع أوبيك بلس وأوبيك. لنقص التصدير أهمية كبيرة، والآن يعني رئيس الوزراء هذا اليوم أو أمس صرح بأن هناك يعني بوادر لاستئناف تصدير النفط عبر جهان، وهناك مباحثات بين الأطراف الثلاثة وأقصد بها الحكومة المركزية في العراق وليب كردستان إضافة إلى تركيا طبعاً التي يقع ميناء جهان فيها. هذا الأمر يتطلب توافق بين ثلاث أطراف من الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية وحتى السياسية. نعم، هنا السؤال لو سمحت لي سيد موفق، يعني لو تحدثنا عن الأسباب الرئيسية التي أدت لوقف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي تحديدا، هل الخلل فني أم أن هناك أسباب أخرى خفية قد تكون سياسية؟ أكيد يعني هناك انعكاس سياسي على أي مرفق حيوي وخاصة المرفق النفطي وتصدير النفط، لكن هذا الأمر بالحقيقة له جذور قانونية أساساً مرتبطة بعدم أو تباطؤ أو تأجيل تشريع قانون النفط والغاز. هذا هو الذي سيضع النقاط على الحروف إذا ما يعني شرع أو كتب له التشريع. هذا الأمر طبعاً مرتبط بمواضيع قانونية ومالية بين العراق وأقليم كردستان وشركات النفط وحتى تركيا باعتبارها الجزء الناقل لأنبوب جيهان. الأمر يعود بالحقيقة إلى يعني خلفيات قديمة نوعا ما، آخرها وجود قرار للغرفة التجارية الدولية بعدم يعني قانونية تصدير النفط عبر جيهان دون موافقة الحكومة العراقية، مما أدى إلى إيقاف هذا التصدير قبل أكثر من سنة وأربعة أشهر تقريباً. طيب سيد موفق، هذا الأمر يعني نعم سيد، عذراً على المقاطعة سيد موفق، يعني نعم. رئيس التركي صرح قبل فترة وجيزة عن قرب إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، إلى الآن لماذا لم نرى تحرك فعلي من قبل الإقليم وحتى من قبل الجانب التركي لتفعيل هذا الخط النفطي المهم؟ كما ذكرت لكم أختي العزيزة بالنسبة لهذا الموضوع فيه جوانب قانونية مرتبطة بالإقليم والحكومة العراقية وتركيا، هناك طبعا يعني جوانب فنية واتفاقات بين هذه الأطراف الثلاثة، وحتى الشركات العاملة في الإقليم لها أيضا تأثير على موضوع التصدير. الجميع يصرح بأن التصدير سيكون قريب، ولكن تظهر هناك مشاكل قانونية ومالية مرتبطة بتسديدات مستحقة لطرف على آخر، مرتبطة بغرامات حتى للجانب التركي إذا ما كان الأنبوب جاهز للتصدير ولا يستخدمه العراق تقع على أو كردستان تقع عليهما غرامات شهرية قد تصل إلى 25 مليون دولار في شهر، يعني تقريبا 800 ألف دولار يوميا. فهذا الأمر معقد نوعا ما. شركات النفط العاملة أو المستثمرة في الإقليم لديها مستحقات تريد أيضا الحصول عليها، فإذا الموضوع فيه نوع من يعني المشاكل التي ينبغي حلها، مشاكل تفصيلية بالحقيقة هذه تقع على عاتق الوزارات الفنية، وزارة النفط في العراق، وزارة النفط في الإقليم، والجهة الفنية في الشركات إضافة إلى الجانب التركي. إذا ينبغي على الجميع اللقاء من أجل استئناف هذه الأمور. أعتقد أن القرار باستئناف التصدير قد صدر يعني من الأطراف المختلفة سياسيا، يعني تركيا والعراق وأقليم كردستان، لكن التفاصيل يعني تحتاج ربما إلى وقت، وأعتقد أن الوقت سوف لا يطول. نعم، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا وعلى كل هذه الإيضاحات والمعلومات. كنت معي مباشرة من نينوى الأكاديمي والخبير النفطي سيد موفق السيدية.
هذا ودعا عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي القوى السياسية السنية إلى تبني وثيقة تتضمن القبول بنتائج انتخاب رئيس البرلمان. المالكي أكد عدم وجود أي تقدم أو تطور بين أركان البيت السياسي السني حول اختيار مرشح واحد لمنصب رئيس مجلس النواب، وأن جميع المعطيات تشير إلى تأجيل فقرة الانتخاب إلى الفصل التشريعي القادم، مشددا على ضرورة القبول بالنتائج التي سيفرزها هذا الملف وتهنئة المرشح الفائز. تعهدات واسعة قطعها البرلمان منذ يومه الأول تمثلت بتشريع القوانين ومراقبة الجهات التنفيذية، لكن سرعان ما تلاشت هذه التعهدات بسبب شغور منصب الرئيس. نسب التشريع والاستضافات نتابعها مع فقار فاضل في هذا التقرير. تراجع واضح في عمل البرلمان المتمثل برقابة نشاط الجهات التنفيذية وتقييم أداء الوزارات والقائمين عليها. فالأوساط المراقبة ترى أن الإخفاق الذي لازم السلطة التشريعية يرجع إلى عدة أسباب، ومنها غياب منصب الرئيس بالأصالة. المحاصصة والتوافقات هي التي وضعتنا في هذا الحال، فهذه التوافقات والمحاصصة الموجودة هي بأنه أنت بأنه لا تفتح ملف هذا الوزير أو هذا المدير عام وأنا أغطي عليك على ملفات أخرى. البرلمان يجب أن يكون حازماً وجاداً بأنه يعلن حتى على وسائل الإعلام. وعلى الصعيد التشريعي، أظهرت المؤشرات بأن مجلس النواب قد تراجع بنسبة تصل إلى 35% بسن القوانين التي تعهد بإقرارها منذ بداية دورته الحالية، إلى جانب الاستجوابات والاستضافات وتنسيقه المباشر مع الحكومة. نرى أن هذا الأمر فيه تراخي كبير جداً. أنا أقول بأن السر يكمن في سطوة الكتل السياسية. هذه الكتل السياسية لها الحظوة والسطوة الكبيرة التي تمنع الحكومة ومؤسساتها الرقابية وحتى البرلمان من أن يقوم بواجبه بالشكل الصحيح. ويعزو كثيرون أن الشلل الذي أصاب العمل التشريعي تعود أسبابه لهيمنة قوى سياسية على البرلمان والتحكم بإدارته بعيدا عن دوره الحقيقي المتمثل بالرقابة والتشريع. من بغداد، فقار فاضل، الرابعة. أعربت الحكومة عن ترحيبها لقرار مجلس الأمن بإنهاء بعثة يونامي بالعراق، وفي بيان لها أكدت الحكومة أن قرار مجلس الأمن جاء نتيجة للتقدم الذي يشهده العراق على مختلف الأصعدة، مشيدة بدور البعثة في بناء النظام السياسي. أضافت أن القرار يأتي معززا للدور الإقليمي والدولي الذي يطلع به العراق كدولة محورية في المنطقة داعمة للاستقرار والسلام والتنمية المستدامة. ائتلاف إدارة الدولة من جانبه أشار إلى إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق يدل على الجهود الحكومية الصادقة. وفي بيان، رحب الائتلاف بالتزام الحكومة في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي من العمل على استكمال السيادة العراقية الذي تمت ترجمته باستجابة مجلس الأمن الدولي وإصداره بالإجماع قرار إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي بحلول نهاية العام المقبل. الإطار التنسيقي رحب أيضا باستجابة مجلس الأمن الدولي لطلب الحكومة العراقية بشأن إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق. وذكر الإطار في بيان أن قرار مجلس الأمن يدل على بلوغ العراق مرحلة متقدمة من الأمن والاستقرار، داعيا القوى السياسية والشعب إلى التكاتف والتعاون مع جهود الحكومة لتحقيق المزيد من الازدهار. تسعة عشر شهراً وينتهي عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق بعد طلب الحكومة لسحبها وموافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير.
بعد أكثر من عقدين على تأسيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بموجب قرار من مجلس الأمن وتوسعة دورها عام 2007، عاد مجلس الأمن مرة أخرى للتصويت على سحب بعثة يونامي بناء على طلب الحكومة العراقية بعد إجماع أعضاء المجلس على تمديد ولاية البعثة لفترة أخيرة مدتها 19 شهراً تنتهي نهاية كانون الأول من العام المقبل. الحكومة رحبت بقرار مجلس الأمن وأكدت المضي في تقديم التسهيلات اللازمة لضمان تصفية مهام وأعمال البعثة الأممية وفق خطة مشتركة، فيما رأته تعزيزاً لدور العراق الإقليمي والدولي الذي يطلع به كدولة محورية داعمة للاستقرار والسلام والتنمية المستدامة. الأوساط السياسية المحلية سارعت إلى بيانات الترحيب والتي كان ائتلاف إدارة الدولة والإطار في طليعتها، حيث أثنوا على التزام الحكومة ببرنامجها والعمل على استكمال السيادة العراقية. لكن عمل يونامي لم ينتهي فعليا إلا بعد انتخابات تشرين الثاني 2025، فهل ستكون الحكومة المقبلة داعمة لقرار إنهاء العمل؟ أم أن الخلافات السياسية تبدل القرار بآخر يبدد عمل البعثة الدولية؟ أكد نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة إياد ضمد أن منظمة فاتف أعلنت أن العراق خارج لائحة القائمة الرمادية والمعنية بالدول عالية المخاطر في جانب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ضمد أشار إلى أن أهداف المنظمة تركز على مساعدة الدول في فهم مخاطر الجريمة على مختلف قطاعات الدولة. اللي حدث قبل أسبوع حوالي كان من أهم الأحداث اللي تمر على الدولة العراقية، لأنه ترتب على هذا الحدث أنه منظمة فاتف أعلنت عدم إدراج العراق على لائحة الدول عالية المخاطر وهي اللائحة الرمادية، بعد أن قدم الوفد العراقي تقريرا فنيا وموضوعيا عالي المستوى نال على رضا الدول المصوتة. تساعد الدول في فهم مخاطر هذه الجريمة وتتناول تقديم المساعدة لكافة الجهات القطاعية الموجودة في الدولة، من قطاع القضاء إلى الجمارك إلى الضريبة إلى وزارة الداخلية إلى عمل وأنشطة المصارف والبنوك وكافة الإجراءات المتعلقة بالدول، وعلى الدول أن تسير على هذه الإجراءات الإرشادية. تغادر آخر القوافل البرية التي تقل ضيوف الرحمن الأراضي العراقية اليوم. بعثة الحج في بيان أعلنت زيادة عدد الحجاج الوافدين إلى الديار المقدسة ل 3293 حاج، حيث دخلوا عبر مطاري المدينة المنورة وجدة ومنفذ عرعر الحدودي. ولفتت إلى أن آخر القوافل البرية ستغادر اليوم العراق لتنتهي بذلك عملية تفويج الحجاج برا من البلاد. من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني عدم تسجيل أي خرق منذ انطلاق القوافل البرية الخاصة بنقل الحجاج إلى الديار المقدسة. الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري قال أن عمليات تفويج الحجاج الجوية والبرية مستمرة وبانسيابية عالية، وبيّن أن القوات الأمنية التي ترافق قوافل الحجاج البرية كافية ولم يتم تسجيل أي خرق منذ انطلاق عمليات التفويج. أعلنت شركة الموانئ العراقية الانتهاء من عمليات صب القطاع 10 للنفق المغمور في ميناء الفاو. وبحسب مدير المشروع سلام يعقوب، فإن عمليات الصب احتوت على 180 ألف متر مكعب من الكونكريت المسلح، مشيرا إلى أن كل قطعة من القطع 10 تضم ممرين رئيسيين، كل واحد منهما يحتوي على 3 ممرات تسمح بمرور 3 مركبات. نبث البشرى إلى الشعب العراقي وإلى السيد رئيس الوزراء ووزير النقل والسيد مدير العام و
هيئة ميناء الفاو بانتهاء بمناسبة انتهاء أعمال صب آخر قطعة من قطع النفق المغمور داخل الحوض. تشكيل هذا الجزء الواقع خلفي بدأت أعمال التهيئة من أجل غمر هذا الحوض بالمياه ونقل القطع. أعمال التهيئة تشمل هي نصب الهياكل الحديدية التي تعمل كمغالق بوابات إغلاق لطرفي كل قطعة، وكذلك خزانات المياه المؤقتة كما أسلفنا سابقا وجود 4 خزانات في كل قطعة من القطع العشرة التي تعمل كوظيفتها هي المساعدة في عملية نقل وتنصيب القطع. بعد الانتهاء من هذه الأعمال التي هي تعمل لتهيئة عملية غمر الحوض بالمياه ونقل القطع، سيتم ملء هذا الحوض بالمياه، وبعد ملئه بالمياه سوف تستمر عمليات فحص وتفتيش دورية على مدار 3 أشهر للتأكد من سلامة القطع الكونكريتية العشرة بنسبة 100% من عدم وجود أي إمكانية لتصيب المياه. اشتكى متجاوزون على أراضي الدولة في محافظة كربلاء المقدسة على سوء المعاملة التي أبدتها بلدية المحافظة خلال هدمها منازلهم، وطالب المحتجون الجهات المعنية بمحاسبة المنفذين لتطبيقهم القرار من دون إيجاد البديل وعدم الالتزام بالمهلة التي أعطيت للمواطنين. قال لي شلون عائلتي جوا؟ قلت له اوقف بس خلنا اطلعهم. يقول لي والله لا تحكي، ادوسك بالشفل. ابو البلديه، هذا ابو البلديه المهندس، يقول لي ادوسك بالشفل، خليهم عائلتك جوا، شو اسوي لك؟ واعطونا خلال 48 ساعه، وحتى ما كملت ال 48 ساعه ما كملت، اجوا هدموا في بيوتنا وراحوا. منين احنا جايين؟ شنو ذنب هالناس هاي؟ شنو ذنب الايتام؟ الهدمت بيوتها ولا جارب 500، انا اعتب على هالكربلاء على راسي. بس شويه هم طلبينا، احنا هم اهلكم، ليش نجيكم للمكاتب؟ ما جاي تطوننا؟ ليش ما عندكم غيره؟ قاعدين بالشارع اتوسل بيك، وحتى رد تحب برجلك على لا جار تقول لنا اروح تشرو على 500. انا منين اجيب يا خال؟ منين نجيب؟ عوائلنا بالشوارع، نساء ورجال وشيبه وشباب بالشارع نايمه، ما عاد ابو كانت تقعد تبي، يعني عندك علم اليوم درجه الحراره 48 يرضاها الروح، هو يقدر اذا طفت المولده دقيقتين شو يصير بيه؟ مو بده يروح للمولده خنقه؟ بينك ما بين الله، احنا اليوم مطالبنا حقيقيه وشرعيه، ما عندنا لا زاده ولا ناقصه، انا ويا التفليش ما عندي مشكله، بس خي يسوي لي بديل حقيقي. انا 4 شهادات عندي وظال بالشارع ربع ما استلم، راتب رعايه وانا اوديه، انا عمال اشتغل وعندي طفل عمليته ب 14 مليون. والله ملينا، والحسين عائلتي بالشارع، والحسين علقت نفسي مرتين ريت انتحر، والله العظيم ملونا وجهالي وقفوا قبال عيوني وسكتت. في البصرة أمهلت بلدية المحافظة أصحاب الدور المتجاوزة ضمن منطقة كازينو لبنان في الطويسة 14 يوما للانتقال إلى منازل أخرى، وأظهر مقطعا فيديويا قيام فردا محاطا بمنتسبي القوات الأمنية بإبلاغ سكان التجاوز بنقل ممتلكاتهم قبل انتهاء المهلة، متوعدا بهدم كل المنازل المتجاوزة والتي تتعارض مع أحد المشاريع. 14 يوم ودقيقة راح اشوف الشغل هنا شو اسوي، كل مجبراتك رجع للعمارة. يلا رجع للعمارة لولايتك، احنا البصرة ما نقبل هيك شيء، احنا البصرة ما نقبل هيك شيء، ما نقبل هنا اللي يطب بنصنا ويسوي كنا نقصنا بصر. ومو بيده انا شعري. المهم انت 14 يوم التعويض واضح صريح، ابن البصرة الى تعويض، خارج البصرة الله ومحمد عليه، تأجل لك بيت على العين والراس، ما تأجل لك بيت ترجع لولايتك. مارك من مجولاتك 14 يوم ورا 14 ما شوف بس الشغل وسوي قاعد، وصلت لك المعلومة؟ حتى معلوماتك ما أخذها، ما طول اللسان الله محمد عليك. أعلنت وزارة التجارة تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة من خلال الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين. المتحدث باسم الوزارة محمد حنون قال أن عمليات التسويق واسعة النطاق مستمرة في محافظات الموصل وكركوك
وديالة، فضلا عن محافظات عراقية أخرى. ولفت حنون إلى جملة من الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمنع دخول أي كميات ترد من مصادر غير معروفة أو مخزونة وتعود لأعوام سابقة، حيث يتم التعامل معها من خلال وضع اليد. قدم الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لارجاني ترشيحه للانتخابات الرئاسية المبكرة بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي. وفقا للقطات بثها التلفزيون الرسمي، قدم لارجاني طلب ترشيحه من بدء وزارة الداخلية تلقي طلبات المرشحين في مهلة تمتد حتى الاثنين. وقال لارجاني أن أحد أولوياته في حال انتخابه هي حل مسألة العقوبات الأمريكية وتحسين الوضع الاقتصادي لبلاده. بنسخته السادسة أقيم في الموصل مهرجان أبي تمام للشعر العربي الفصيح، وبمشاركة شعراء من مختلف الدول العربية إلى جانب شعراء عراقيين. المهرجان تضمن إلقاء قصائد بمواضيع متنوعة وفعاليات فنية مختلفة. يوم تحتفي هذه المحافظة بمهرجان الشعر لأبي تمام، وبحضور العديد من الشعراء العرب الوافدين إلى هذه المحافظة المعطاء، وبمشاركة تزيد على 100 شاعر من الأقطار العربية. كان شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وكان التنظيم جيد، وسيستمر المهرجان لمدة 4 أيام حتى ينتهي الختام في مسرح جامعة الموصل يوم الأحد المقبل. سيشهد المهرجان مشاركة أكثر من 120 شاعرا وشاعرة من العراق ومن دول عربية أخرى. مهرجان أبي تمام هذا اليوم الذي تقيمه الموصل في اللحظة التي تتزامن مع اللحظة التي تنهض فيها الموصل من رقادها الطويل. دورات تدريبية تقوم بها إحدى منظمات المجتمع المدني في كركوك لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. شعار هذه المبادرة وتفاصيل التأهيل رصدها لنا مراسلنا في المحافظة مهند التميمي في هذا التقرير، نتابع. في خطوة إنسانية تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما الصم والبكم، وتهدف إلى زرع الثقة
بنفسهم أقدمت إحدى منظمات المجتمع المدني على إقامة دورات تدريبية لتأهيل هذه الشريحة لتكون فاعلة في المجتمع وتوفر سبيلا لكسب الرزق لهم ولعوائلهم. تم افتتاح ورشة الأمل لتعليم الخياطة للصم والبكم، وذلك من أجل أن نساعدهم أن هم تكون عندهم مهنة يقدرون يعيشون منها عيشة كريمة. هذا الشيء راح ينعكس إيجابيا لهم، هم راح يتعلمون مهنة وهم يقدرون يشتغلون ويسوون فد شيء نفسهم. يعني هم أكثر شيء ليكون ما عندهم لا تعليم ولا تعيينات ولا يقدرون حتى يشتغلون بأي محلات أو أماكن ثانية تقدر تساعدهم إن هم يعيشون عيشة كريمة، وهم أساساً ما شاء الله يعني من فئة الشباب وبدأوا يكبرون. دورات لتأهيل القدرات الكامنة لدى شريحة الصم والبكم على وجه الخصوص من خلال ورش لتعليم فن الخياطة والحياكة والرسم ضمن برامج نمطية عالية الكفاءة تنمي الذات على الاندماج في المجتمع. الورشة هدفها أنه نوضح للعالم أنه هذول يقدرون يعملون، يقدرون يندمجون ويا المجتمع. أكثرهم كانوا منطوين ببيوتهم، المجموعة اللي موجودين كلهم صنبكم. بدينا نعلمهم أعمال اليدوية والتطريز والحياكة، إضافة إلى هذه الخياطة همينة حسينا أنه راح يسوي لهم دخل، بما أنه هم بدوا يعني دا يفكرون بالزواج، وعندنا حالتين هنا يتعارفوا وتزوجوا وصار يعني فترة قصيرة، فيعني راح يصيرون عوائل يحتاجون دخل. هسه احنا دا نفكر انه هذه الاعمال اللي دا يسوونها نسوقها للسوق داخل كركوك، مولات، محلات، حتى يعني تصير لهم وارد. الوارد اللي يجي راح يتقسم كراتب لهم. بشعار إرادتنا هي الأمل ينطلق ذوي الهمم على طريق العمل وبناء المستقبل من خلال أعمال تؤهلهم ليكونوا نموذجا للشباب الواعد والساعي للاعتماد على النفس ليضعوا بصمة في مجتمعهم. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة. في ورشة بسيطة تعمل أم نور في كربلاء المقدسة بصيانة الساعات بعد أن قرر زوجها إغلاق محله. التفاصيل الكاملة نتابعها مع مراسل الرابعة في المحافظة معتز العبودي. أم نور سيدة كربلائية تمكنت من تعلم أسرار المكائن الصغيرة وتصليح الساعات من زوجها، وريث أول ساعات في كربلاء في محل يقع في حي الموظفين وسط المدينة ويفتح أبوابه ويستقبل الزبائن. تعلمت عن هاي المهنة شوية شوية من زوجي، هو ابن عن جد ساعات قديم معروفين هم بالولاية، فشوية شوية تعلمت تفاصيل الساعة، تفاصيل الساعات اليدوية، المنضدية، الجدارية، تفاصيلها الحمد لله شوية شوية كنت أعرفها. مرنا بظروف يعني صعبة اللي فكرت أنه أفتح هذا المشروع. وتعلمت أم نور مهنة صيانة الساعات من زوجها، فهو سليل عائلة كربلائية تحترف هذه المهنة لأجيال متعاقبة، وعادت افتتاح هذه الورشة بعد أن قرر زوجها إغلاقها بسبب تراجع الطلب على الساعات اليدوية. عادة المرأة هسه حالياً تفتح كوزمتيك، تفتح ملابس نسائية، تفتح محل هدايا، بها مجال، بس مال تصليح ساعات يعني يتفاجئون الصراحة من هذا الشيء. بس يعني قام يجون يسألون يستفسرون ويشوفون تصليح مضبوط، الحمد لله والشكر صارت عندهم شلون مثل ما يقولون قام يأمنون، يجيبون ساعاتهم ويصلحوها بكل ثقة. وأصبحت هذه السيدة الكربلائية مثالا للمرأة العراقية التي يحتذى بها من خلال عملها في القطاع الخاص، فيما لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في جلب الزبائن لهذا المحل. من كربلاء المقدسة معتز العبودي، الرابعة. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة لهذه الساعة. هذا تذكير بأبرز العناوين.
بعد خسارة خلفها توقف صادرات كردستان العراق. العراق يبحث تصدير نفط البصرة عبر الموانئ التركية. بعد إنهاء مهامها بغداد تؤكد استمرار التعاون مع يونامي، وإدارة الدولة يعد الخطوة استكمالا للسيادة. آخر قوافل الحجاج البرية تغادر اليوم للديار المقدسة، والإعلام الأمني يؤكد انسيابية عملية التفويج. تابعتم أيضا في نشرتنا لهذه الساعة من الرابعة، واشنطن تقدم مقترحا لإنهاء الحرب في غزة، حماس تنظر إليه بإيجابية، والاحتلال يضع شروطا للموافقة. إذن مشاهدينا الكرام، قدمنا إليكم نشرة خبرية تفصيلية من الرابعة، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.